لماذا يتهم أبو هريرة بالكذب؟ اتهموه صحابة وتابعون أو من الفريقين عن أبي رزين في صحيح مسلم، خرج عليهم يضرب إيه؟ رأسه أو وجهه. قال تقولون كذب أبو هريرة، أنا أكذب؟ قال ما بكذب رسول الله، وأنا مع ذلك سمعت الرسول بقوة عشان تعرف أنا ما بكذب. إذن كان يتهم بالكذب أبو هريرة في زمان الصحابة، والحديث في صحيح مسلم. في البخاري في مسلم يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، كنت امرأً إلى آخره. اتهم بالإكثار واتهم بالكذب، صرح بالكذب في صحيح مسلم. قال سمعت الرسول يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. اتهم بالكذب، فقالش لم يدرأ عن نفسه بماذا؟ بأنني صحابي، لا مساغ للتهمة في حقي أبداً، هذا غير وارد بالصحيح، مش صحيح. عمر ضرب أناساً من الصحابة وسجن أناساً منهم في الرواية، منهم أبا مسعود البدري الأنصاري سجنه عمر، ومنهم ابن مسعود، وضرب أبو هريرة وسألوه أيام عثمان أكنت تحدث هذا الحديث أيام عمر؟ قال لو حدثت مثل هذا الحديث لأدماني بدرته. كان بكسر الرأس، قال وين ما فيه إيه؟ لماذا؟ إذا كانوا كلهم عدول ما في كلام، لماذا يرد علي عليه السلام وكرم الله وجهه حديث معقل ابن سنان الأشجعي، من أشجع من أعراب الصحابة هذا، في بروع بنت واشق، نذكركم بحديث المفوضة. حديث المفوضة، إيش حديث المفوضة؟ المفوضة هي التي مات عنها زوجها، ذكرنا هذا في دروس تفسير هذا رمضان حتى، هي التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، سئل فيها ابن مسعود وهو بالكوفة، فظل يستخير الله فيها شهرا كاملا، ثم خار الله له أن لها مثل صداق نسائها، يعني امرأة من نسائها، يعني صداق المثل يسموه، صداق المثل، وعليها العدة، العدة بالإجماع عليها، ما في كلام، المتوفى عنها، مدخولا بها غير مدخول بها عليها العدة، بالإجماع، عليها ولها الميراث. فقال معقل ابن سنان الأشجعي أشهد لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله، قضى فيها رسول الله في بروع بنت واشق الأشجعية، يقال كانت أخت معقل ابن سنان، بمثل هذا القضاء، مات عنها زوجها لم يدخل بها لم يفرض لها، قضى بها. علي رفض هذا، كيف يا علي ترفض رواية صحابي معقل ابن سنان الأشجعي؟ وقال لا نترك كتاب ربنا لقول أعرابي بوال على عقبيه. لا تقول لي صحابي، لا تقول لي كذا، بوال على عقبيه، هذا أعرابي شفاهم وقال هذا، ولا بأخذ بكلامه. حسبها الميراث وعليها العدة، لا صداق لها. علي قال ما في صداق، صداق من وين هذا؟ ما في صداق. لماذا؟ لماذا يرد علي عليه السلام حديث الصحابي؟ والصحابة عدول، ممنوع ترد، كلهم عدول ما شاء الله على الجهة أيها الإخوة.